عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الخامس. اليوم راح نقرأ قطع يونت 6. هاي أول قطعة. القطعة الثانية راح أسوي لكم إياها فيديو، راح أخليكم رابط القطع كليتها بصندوق الوصف. المهم يلا نبدأ بالفيديو. قطعة اليوم اسمها Headlines، العناوين. هنا هسه راح نحكي عن وحدة اسمها بيتي باتون. ابنها شافت ابنها صغير يعض أفعى، يعني ابنها يعض الأفعى فشافته. فالسؤال بالإنجليزي هنا شلون نقول؟ What did Mrs. Betty Batoon see؟ طبعا هنا دا نقول مسز يعني سيدة، إذا مستر يعني سيد، فشوف الفرق هنا، بس إضافة أس بالنهاية صارت سيدة. المهم هسه What did Mrs. Betty Batoon، Betty Batoon اسمها سي يعني رأت، شنو اللي شافته Betty Batoon؟ الجواب She saw her little son. She يعني هي، saw يعني شافت رأت، her little son، little يعني صغير، son يعني طفل، Max اسم ابنها، Max هذا Max اسمه، biting a snake، biting يعني يعض، biting يعني يعض، a snake يعني حية. هسا نرجع نجاوبه كليته. She saw her little son Max biting a snake. شافت ابنها الصغير Max يعض أفعى. وين أخذت السيدة باتون ابنها؟ أخذته للمستشفى، مباشرة أخذته للمستشفى. فنجي نشوف where يعني أين، where يعني أين. Did Mrs. Batoon، شوفوا الأجانب بعد ما راح نقول بيتي باتون، هي اسمها بيتي بس مباشرة راح نقول باتون، لأن هم يأخذون اسم الجد أو الاسم الأخير، بعد إحنا راح نحكي كله باتون. خوش، فس نشوف where يعني أين. Did Mrs. Batoon هذا اسمها، take her son، take يعني أخذت، her son يعني ابنها. الجواب to the hospital، hospital يعني المستشفى. هل الأفعى عضت الطفل ماكس؟ لا ما عضته، يعني بس تخيلوا ماكس إيش قد وكح، هو اللي عض الأفعى وهي لا واصلت له ولا عضته. فنجي نشوف بالإنجليزي السؤال Did the snake bite Max؟ Did the snake، السنيك يعني الحية، bite يعني عضت Max، هو اسمه Max. الجواب No it didn't، لا ما سوت، لا ما عضته. شوفوا لما تكتبون هذا يسموه جواب القصير، ورا كلمة No لازم تخلون فارزة، هاي الفارزة كلش مهمة. راح نحكي عن جولة غولف. جولة غولف معينة استمرت 10 أيام، والهدف مالتها كان الترويج بين عن الرياضة بين الشباب يعني. فهسه خلي نشوف بالإنجليزي The golf tour يعني golf نفسه، tour يعني جولة، tour يعني جولة، lasts هاي الأس بالنهاية، lasts معناها استمرت lasts يعني بقدر تقولون كلمة last نضيف لها s lasts استمرت، for فراغ، days يعني أيام. هنا بال يعني أنتوا تختارون، مثلا مدرسة ما تكون تخليكم فراغ تختارون 10 يعني 10، 20 يعني 20، 12 يعني 12. فهنا أنتوا تختارون، هنا تختارون الاختيار اللي هو 10 يعني اللي هي استمرت لمدة 10 أيام. فحفظوها الجولة مالت الجولف استمرت 10 أيام. هذا أول سؤال عن الجولف. نجي إلى ثاني سؤال والأخير عن الجولف، ورا يعني نروح غير موضوع. شو يقول؟ شنو كان الهدف من جولة الجولف؟ أنه هي ترويج الرياضة بين الشباب. فنقولها بالإنجليزي What was the aim of the golf tour؟ What ماذا؟ The aim، كلمة aim يعني الهدف، الهدف. The golf tour هاي حكيناها، golf يعني هو الجولف والتور يعني الجولة. الجواب To promote the sport among local young people. نجي كلمة كلمة promote يعني ترويج، promote يعني ترويج. The sport يعني الرياضة، among يعني بين، among يعني بين، local young people، local يعني المحليين، young people young يعني صغير، people يعني الناس، يعني الناس صغار المحليين، حتى يروجون عن الرياضة بين الناس الصغار المحليين، أو هنا مختصرها بكلمة شباب. نجي على هذا السؤال، ليش ماتت آلاف الأسماك بنهر التايمز بلندن؟ هذا طبعا فد نهر بلندن، زين اكو كوما آلاف الأسماك ماتت بي، السبب ليش؟ حوادث مرورية لصهاريج نفطية على الجسر، يعني يوقع علي، زين يعني هذا البترول اللي هو النفط بالإنجليزي يسموه بترول، فهذا البترول يوقع عليه فقام يعني صارت مشاكل وخلت الأسماك تموت. فنجي نقولها بالإنجليزي Why يعني لماذا، thousands يعني آلاف، thousands
آلاف of fish, fish يعني السمكة, died, died يعني ماتت, died يعني ماتت, in the river, river يعني النهر, times near London. Near London, near يعني قريب, London يعني هي نفسها لندن. الجواب because of traffic accidents. Traffic يعني مروري, traffic يعني مروري. Accidents حوادث, accident حادث وضيفوا له s يصير حوادث. Accidents, accidents حوادث. Of a petrol tankers. Petrol يعني هو نفس البترول. Tankers يعني التناكر, التناكر مالت البترول. On the bridge, bridge يعني الجسر, bridge يعني الجسر. تمام. يعني وهذا الحادث بيا سنة وقع يسموه حادث صهريج البترول, بترول تانكر. طبعا كلمة تانكر يعني صهريج, أو إحنا نسميها العراقيين تانكر, تانكر. هاي راح أطلع لكم شكلها, هيك صار شكلها زين. فهي هاي يسموها تانكر, تانكر مالت البترول يعني تانكر مالت النفط. فهو هذا شو قد صار هذا الحادث, صار بسنة 1992. فاحتمال يجيبوا لكم فراغ. The accident يعني الحادث of petrol tanker يعني حادث البترول تانكر يعني صهريج البترول أو صهريج النفط. Happen on the bridge, happen يعني حدث, happen, happen on the bridge, bridge يعني الجسر, in فراغ يعني يجيب لكم اياه بالمدرسة, يجيب لكم اياه يقول لكم هذا فراغ. فانت شنو هنا شو تكتبون الجواب؟ بس الرقم 1992 السنة. يعني نجي نحكي عن جمل. هذا جمل بالامارات باعوا بسعر 150,000 دولار. زين, هذا الجمل اللي باعوا, فهسا نقولها بالانجليزي فراغ. طبعا يجي بشكل فراغ بالامتحان, يعني ينطيكم مجموعة حيوانات وانتو بس تختارون الكامل اللي معناها جمل. هسا نجي نترجمها كلمة كلمة. has been sold, sold يعني انباع, sold يعني انباع, يعني اصلا باعوا خلصوا وعزلوا. sold, sold يعني انباع. for 150,000, 150,000 in the UAE. UAE يعني الامارات, يعني UAE هي الامارات. طبعا هي اختصار United Arab امارات, بس انتم ماكو داعي هاي, بس UAE. زين, الاختيار يا اما هورس يعني حصان, فالكن يعني الصقر, او كامل يعني جمل. فالاختيار هو انتم تختارون جمل, لان هو الجمل اللي انباع بهذا السعر. هسه واحد ممكن يقول زين ايش دعوه يعني هو جمل, ايش دعوه ب 150,000 دولار؟ لان هذا الجمل كان راقي, يستخدم للسباقات, يستخدموه بالسباقات. فشنو, how was the camel, how was the camel, كيف كان الجمل, كيف كان الجمل. how was the camel يعني شلون كان الجمل. it was a top quality, top يعني راقي, top يعني راقي, quality يعني جودة, جودة, top quality يعني جودة ما تراقية وعالية. racing, racing سباق, one يعني هنا من يقول one بالنهاية يعني هو هذا صنفه هيجي. زين, ف it was a top quality racing one, top quality racing one, top quality racing one. زين, كم مسابقة فاز بها هذا الجمل؟ زين, فاز أكثر من 50 سباق, يعني هو مشارك وفاز أكثر من 50 سباق. how many races, how many يعني كم عدد, how many يعني كم عدد. وهذا هم عندكم موضوع بالسادس إن شاء الله سنة تجي تأخذوه بالقواعد. وبالنسبة لل القواعد أو يعني السادس بصورة عامة, فأني إن شاء الله موجود دورات حضورية ودورات إلكترونية. فاللي حاب يستفسر عن هاي الدورات اللي سنة تجي, لأن أنتم مقبلين على السادس, موجود بقناة التليجرام, راح خليكم رابط بصندوق الوصف. هذا المعرف ماتي, راسلوني بالتليجرام حتى أدزلكم التفاصيل, سواء اللي يريد يسجل بالمعهد أو اللي يريد يسجل بالإلكتروني, موجود للمحافظات ولأهل بغداد. وبس هسه خلينا نكمل السؤال. فقلت لكم هذا موضوع بالسادس, how many races يعني سباقات. has the camel won, camel يعني الجمل, won يعني فاز. الجواب more than 50 races, اكثر من 50 سباق. more يعني اكثر, more than هنا than هاي مقارنة, يعني اكثر من, more than 50 يعني 50 races سباقات. زين, هم سؤال ثاني, ايش قد كان ثمن الجمل؟ طبعا احنا استونا قلنا 150,000 دولار, مو صحيح؟ فهسا نجي نقولها بالانجليزي, how much, how much يعني كم ثمن. how much did the camel cost, cost يعني كلف, حفظوها, cost, cost, cost يعني كلف. الجواب it cost, كلف,
150 ألف، وهنا بس تحطوا له علامة الدولار الأمريكي، زين؟ عم تقولوا له إنه إحنا هذا السؤال، وطبعًا هاي الأسئلة راح تنزل بي دي إف بقناة التليجرام، فإذا تردون يعني اشتركوا، هو راح يكون رابطه بأول تعليق. المهم آخر سؤال يقول: المالك الجديد للجمل هو رجل أعمال من قطر، صح لو خطأ؟ الجواب خطأ. فيعني هسه the new owner، new يعني جديد، owner يعني مالك، camel يعني الجمل. فthe new owner of the camel يعني مالك الجديد للجمل is a businessman from Qatar. business يعني أعمال، man يعني رجل، فثنائيتها businessman رجل أعمال، from من قطر هي نفسها قطر، والجواب رح يكون خطأ لأن هو مو من قطر. فهذا الجواب أنه the new owner of the camel is a businessman from Qatar، الجواب false لأن المالك الجديد هو مو رجل أعمال من قطر. وبس هذا هو الفيديو، شكرا على المتابعة، لا تنسون الاشتراك بالقناة، مع السلامة.